مرحبا بكم في تاكي توك بودكاست. الفقرة اللي باش نغوصوا فيها في أسرار وأحداث غيرت مجرى التاريخ وأثرت في العالم، باش نفكوا شفرة برشا مصطلحات وندخلوا في كواليس أحداث تاريخية قريناها قبل أو سمعنا عليها بأسلوب مميز. ملا تابعونا وتواصلوا معنا وخليوا لنا آرائكم في التعليقات. 1952، بروز مصطلح معروف وقعد راسخ في ثقافتنا، العالم الثالث. شنو مفهوم العالم الثالث؟ وشنو تاريخ وأسباب بروز المصطلح هذا؟ هذا الكل وأكثر نعرفه توا. خليونا ملا نحلوا الكتاب ونعرفوا الأسباب. باش نرجع بكم الأربعينات القرن اللي فات، وين الحرب العالمية الثانية أفرزت نظام عالمي جديد يقوم على القطبية الثنائية في العلاقات الدولية بين 1947 و 1991. في الفترة هذه انقسم العالم إلى زوز معسكرات، معسكر غربي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ويضم خاصة دول أوروبا الغربية واللي تدافع بقوة على المبادئ الليبرالية، يعني على الديمقراطية الغربية، على الحريات العامة والتعددية الحزبية. في المقابل نلقاو معسكر شرقي يدعمه الاتحاد السوفيتي اللي دافع على الماركسية اللينينية ويرفع شعار المساواة ويساند الأنظمة الديمقراطية الشعبية اللي انتصبت في أوروبا الشرقية واللي دعمت بعد قيام جمهورية الصين الشعبية الشيوعية بزعامة ماو تسي تونغ عام 1949. الزوز أقطاب هذم دخلوا في صراع طويل في إطار ما يعرف بالحرب الباردة، المصطلح اللي تم استعماله لأول مرة عام 1946 من قبل المؤرخ الأمريكي والتر ليبمان لوصف حالة التوتر اللي سادت العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. التوتر اللي ما وصلش إلى مستوى الصدام العسكري المباشر بين الزوز عمالقة بسبب الرعب من استعمال النووي وقتها. لكن بعيد على صراعات المعسكرات هذه، كيف مع عالم ثالث ماهوش منحاز لأي طرف؟ العالم هذا متمثل في المستعمرات اللي تحولت إلى رهان من رهانات الدول الكبرى اللي تجلى على أرض الواقع في تنافس إيديولوجي وسياسي بين الزوز أقطاب. لكن موجة استقلال المستعمرات في آسيا وإفريقيا أفضت إلى نشأة دول جديدة حريصة على فرض هويتها وولت تعرف بدول العالم الثالث في عالم يتسم بالقطبية الثنائية. وعام 1952 بروز مصطلح العالم الثالث الأول مرة واللي جابيه عالم الديموغرافيا والاقتصاد الفرنسي ألفريد سوفي في مقال بعنوان ثلاث عوالم وكوكب واحد واللي ورد في مجلة لوبسيرفاتور. العالم الثالث شمل أغلب بلدان القارة الإفريقية والآسيوية واللي وقتها معظمها كان تحت الاستعمار البريطاني أو الفرنسي، كما كانت وضعية تونس والجزائر والمغرب وقتها. تزامن هذا مع حركة عرفت باسم حركة عدم الانحياز اللي جات ثمرة لمؤتمر باندونغ اللي صار في 1955 واللي جمع عدد من قادة الدول الإفريقية والآسيوية واللي من بينهم جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند، الرئيس المصري جمال عبد الناصر، رئيس اندونيسيا احمد سوكارنو، ورئيس يوغوسلافيا الماريشال تيتو. قامت الحركة هذه على سياسة عدم الانحياز واللي تأسست على مجموعة مبادئ من بينها احترام جميع الدول وسلامة أراضيها وإقرار مبدأ المساواة بينها مع ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. تعدت محاولات العالم الثالث في بعث هياكل أطر دولية تساعده على مواجهة التخلف الاقتصادي اللي عطل مسيرته. على هذا عام 1960 تم الإعلان على نشأة منظمة الوحدة الإفريقية
كما تم في ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اللي طرحت فكرة الحوار شمال جنوب، هذا بالإضافة إلى مطالبة دول العالم الثالث خلال ندوة الجزائر بنظام اقتصاد عالمي جديد يحط حد لتقسيم العالم إلى مناطق وفرة ومناطق فقر. لكن رغم سعي العالم الثالث إلى احتلال موقع يضمن له السيادة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقيامه بالعديد التجارب التنموية اللي تراوحت بين الإصلاح الزراعي والتصنيع الذاتي والتصنيع الموجه للتصدير، فإنه النتائج المتحققة كانت متباينة بين الدول، فنلقاو إنه برشا دول ما زالت متعثرة في تحقيق التنمية. لكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 انهار نظام القطبية الثنائية وبروز نظام أحادي القطبية تم خلاله فرض برنامج الإصلاح الهيكلي على الدول النامية بإشراف صندوق النقد الدولي، وبالتالي مزيد تكريس هيمنة الشمال على دول الجنوب، خاصة في ظل مزيد تكريس العولمة. وانتوما شنو رأيكم؟ هل يمكن الاقتصار على تصنيفات هذه لتقييم المشهد العام للعالم؟ خاصة مع تطور الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية اللي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. ما تنسوش باش تخليونا أجوبتكم في التعليقات. إلى اللقاء.